السلام عليكم. جبت فيديو جديد، ما عارش ما جديده. هاد الاوريقات وهاد الاسات هادو خدمت النص ديالها من قبل، بقاو غير هاد اللويزات والعريشات، غنشاركهم معكم دابا ان شاء الله. غنبداو على بركه الله. ديما تنبداو هاد الوريقه هادي من الفوق هكا، تنبداوها بربعة العقيقات. انا خدمت هاد الاسباس، خدمته من الفوق، وغنخدم هاد التاني تا هو من الفوق. غنعمرو بربعة العقيقات، ترجع ديما لجوجات الوسط ديال هادوك ربعة العقيقات. هاد المرة خدمت بالعقيق ديال الماتسونو والعقيق ديال واحد البكية شخصية صغيرة ديال 260. هذا ما تخسرش. غنعمرهم بهاد هاد اللون هذا، غادي نديرو هنا. واحدة اخرى غادي نبداها من الفوق، بربعة العقيقات. يتاقد الخيط الا ما كانش مشمع. انا هذا ما شمعتوش.
كملت النص ديالها، دابا طلعت النص الثاني. رشمة خفيفة وزوينة، اللي بغا شي حاجة خفيفة. كملنا هاد الدور ديالته، دابا ندخلو نعمروها بهاد العقيق. بهاد العقيق هذا دابا نعمرو هاد الاس بهاد العقيق اللي تصفر بثلاثة. كملنا الاس ديالنا، انتقلنا لهذا الاس الثاني، نعمرو تا هو بنفس الطريقه ثلاثه العقيقات. تنظروا عليه من الفوق، نبقاو نفس الطريقة تنكملو. دابا انتقلنا للوريقات التانيين، غنخدمهم بهاد اللون المغاير. هاد العقيق هذا اللي تعطي اللوان، الشاصية ديالو دايره غير 260 وهو زوين ما تيخسرش، تعطي اللوان. في الصراحة تيجي في اللون كاملين، تيجي فيهم زوين.
راح نطلعوا للجهة التانية. نضربو شي بنفس الطريقة، هنكمل ونرجع معكم الاخر. انتقلت لهاد الاخيرة، بديت شي من الفوق بربعة لقيقات. انتقلنا عند الايس الاخر، تا هو غنضربو بثلاثة. باش نطول عليكم الفيديو، داكشي علاش خدمتو من قبل. نخدمو هاد الوزة هادي أربعة دقيقات.
من الورقه ديالنا، وغادي نخدموا هاد الورقات الثلاثه اللي بقاو بنفس الطريقه. الرسمة ديالنا هي كملات، نتمنى تعجبكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتعليقات الزوينين ديالكم، وما تنساونيش بالتحفيز ديالكم والاشتراك ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.